خضر اليوم لو انت تملك القرار في نادي الاهلي وفي نادي الهلال، تمام؟ ايش القرارات او الخطوات اللي تقدم عليها قبل البطوله الاسيويه او قبل دور الثمانيه من البطوله الاسيويه حتى يعني تحافظ او تسعى للوصول للنهائي والفوز بلقب البطوله؟ الادارات، شوف يا سمير، الادارات عندنا عموما كل الانديه دائما ترضخ للمشجع واعلامه. الان جروس بدا مع النادي الاهلي، بدا البطوله وكمل الموسم معه. الان بيجي تغيير جديد، بيبدا الجهاز الفني الجديد الان ببطوله اسيا على طول الدور الاقصائي، دور ربع النهائي. فبات الجهاز الفني اهم من كل شيء. خلاص المساله توفيق، يعني انا ما نجحت السنه هذه نحصل على بطوله، الفرق كلها تنافس تبغى بطوله. المساله الحصول على بطوله توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هل جروس مقنع ولا غير مقنع؟ العام الماضي شاهدنا الجميع كلهم يشيد بجروس، حتى انه الاهلي اضطر انه يعيده من جديد مره ثانيه. رحيل المدرب والجهاز الفني بيترك خلل كبير في النادي الاهلي. لانه الجهاز الفني الجديد يمكن يجي ما يقتنع بنص الفريق. ولا احتاج هذا، ويجيب لي لاعب هذا ويجيب هذا. هذه المشكله برضو عندنا اللي هي ادارات الانديه، وخاصه اداره نادي الهلال. اداره نادي الهلال دائما اي انجاز او اي منجز تحققه طالما ما في بطوله اسيا فتعتبر نفسها انها ما قدمت شيء. وشاهدنا هذا الشيء في البطوله اللي كانت متناول يد الهلال، المباراه اللي قيمت في الرياض وتعادل 0-0 وخسر على اضواء. لو تعادل المباراه يمكن 10 مرات ما يخرج الهلال فيها الا فايز، صح ولا لا؟ شاهدنا المباراه كلها فيها. صح. فالمساله عندنا دائما مساله نفسيه. بطوله اسيا عندنا مساله نفسيه. على طار الهلال.